اللهم الحمد لله يا رب العالمين، الفضل والسلام. بسم الله، الحمد لله والثناء لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على الرؤية العالمية، يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان لعام 1445. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. قل ليال ما أنت بش شعبان وحي أهيد سغالي لواتن ما أنت أحد عو سنين أي سنين صوغ شيء أي الله في لي إن بيش الله نيسو ما لا بدن لا فيرين أي إلهي هذا الدولة بدن أي إعلامي إن أي أركان بشي سأصدرت بريو سنين إن أي بيش رمضان كوتاي نحن عادة وحنا أهيت أركتي ده هوري عالمي جا كل ماشي لقى أركو ين الرعنه وأنا سيد علماء ذو بدينهين والجمهور تود قبان وأنا سيد صورة قال كا مركا بري هدي الله يدمو يعوبة بشي رمضان با ينو بدل هالدلاسي إلهي كان نبدي نو جارسيه با ما هديسكله إلهي با ويدسانينا تبارك وتعالى إنو ونجد إنو وفتشيو أعماشنا إنو أقبله يعني الله ويدي سننا تبارك وتعالى أركتيدا محلي قاه أما كينيا أما صوماليا أما ديقا مدن إلا يهدى وحصو شيء ما نأركن ما هي إنه سأسترادت وحن كسومي إنه وأركتيدا عالمي قاوه تولد فربضان أي الشيء إنه أركن وولي بقى ما حساب ما انت بضان مرة عنه تولد قار واحد جري حساب تفلك كسومه لكن أنا جواحن رعنا ماشي أركتي لجشيوه هو الرئيسة يعني تبنا رعنا سيدا سامبريكو سومي دونا إن شاء الله تعالى تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال هذا صلاة تراويح دان تكن دونا بإذن الله تبارك وتعالى